والتسبيح ينجي من الغم كما أخبر ربنا وينجي من الكرب. ربنا أخبر عن ذنون قال فلولا أنه كان من المسبحين لم يقل من الذاكرين للبث صحيح. في بطنه إلى يوم يبعثون. بطن الحوت صحيح. إنما قال لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال للرسول؟ قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك سبحان الله العظيم وكن من الساجدين. سبحان الله فسبح بحمد ربك، لأن التسبيح ينجي من الضيق والغم ويذهب الهم والكرب والخوف. سبحان الله. فلما لما كان موسى في حالة خوف قال نعم كي نسبحك كثيرا كثيرة. فبدأ بما يذهب الهم ويذهب الغم ويذهب الخوف وينجي من الكرب، بدأ به كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.